ثاني اثنين فيك جماعه يسمون جماعه حزب التحرير، ده ما عندهم موضوع. ولك الخلافه وما الخلافه ولازم الاسلام المسلمين ده كلهم يجتمعوا، وما لازم يجتمعوا. الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكن اجتمعوا كيف؟ اول شيء بالعقيده. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو؟ إخوانا إلى آخر الآية. بعدين كونوا يتلمبوا ساي وديل عقيدتهم في ديل وديل في ديل، ده ما اجتماع. تحسبهم جميعا وقلوبهم شنو؟ شتى. ولك السودان ولاية، كل السودان ده ولاية السودان. هل سيدي دول بصدقها؟ السودان ده جت ولاية؟ يقولك ما تقول دولة ولاية السودان، ولاية السعودية، ولاية مصر، ولاية كدي، وخليفتهم كلها لازم يا غتا ومبدا ما بتقدر عليها. خلي السودان وكلها ومبدا ما فيها كلام إلا الكلام اللي بيجيبوه ناس براو، لكن في النهاية الموضوع ده طويل. والله ما في كلام بتاع خلافة ولخبتها، خلافة في الدين، لكن 200 بعض الناس توحد على طاعة الله وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.